تمام. العرض والطلب، توقعات حضرتك ان اسعار العجل تزيد ولا تقل؟ يبقى الشعب كله يقتدي بس ده هيركب عجل، يبقى هتزيد ولا تقل؟ هتزيد بس بنسبة بسيطة. لو زادت في الأسعار والإقبال بيزيد المعروض هيبقى أقل من الطلب، فإن هنا ممكن تزيد. شايف إن القرار سهل يتطبق؟ بس العجلة يعني هتقل عن أسعارها عن الأيام اللي فاتت لأن الدولار بدأ ينزل. تمام. التكلفة إحنا شغالين بالتكلفة، فتكلفة الدولار النهاردة بدأت تنزل تاني، فالعجلة لازم تقل التكلفة. تمام شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. حضرتك اشتريت عجلة النهاردة؟ اشتريتها عشان الرئيس ركبها ولا عشان انت اشتريتها؟ انا مقتنع بيها. انت مقتنع بيها. ايه رايك في قرار تطبيق ان العجل يبقى وسيله المواصلات الاساسيه على مستوى الجمهوريه؟ اخر الناس فكرنا في الموضوع ده. انت شايف انه هينفع؟ اه طبعا. يعني لما اشوف البنات راكبين عجل هتقولوا ايه طيب؟ هشجعها. هتشجعها متاكد؟ اه طبعا. انت شايف انه قرار صائب؟ اه طبعا. اتاخر كتير. العجله النهارده غليت عن قبل كده ولا زي نفس السعر؟ انا جايب دي من هنا ارخص من اماكن بره كتير. السلام عليكم. السلام عليكم. حضرتك شفت الرئيس لما ركب العجله امبارح؟ نعم. شفت الرئيس لما ركب العجله؟ لا. ايه رايك؟ عسل. انت رايك ان العجله تنفع وسيله مواصلات؟ جميله. اه طبعا. حضرتك بتركب عجله؟ انت قلت لي ان انت بتركب عجله. اه. طب ايه شايفها مريحه؟ مريحه. امبارح هو راكب عجله؟ ايه رايك لو القرار ده اتطبق وبقيت العجله هي وسيله المواصلات الاساسيه في مصر؟ اكيد هيبقى قرار كويس جدا، خصوصا الزحام الموجود اللي انت بتقول مع الميكروباصات الكتير مع البنزين والطاقه وكل الكلام ده. انتوا هترفعوا اسعار العجل لو القرار اتطبق؟ لا بالعكس، اسعارها هتفضل زي ما هي على حسب سعر الدولار. طيب سعر العجل من امبارح للنهارده اتغير في حاجه؟ لا طبعا. اتغير ليه؟ عشان الرئيس ركب عجله بقى؟ لا طبعا. انا عن نفسي انا كتاجر والله العظيم ما غيرت حاجه. تمام. انتوا يعني اسعار العجل زي ما هي؟ طب هل في اقبال زاد على العجل؟ والله انا ابتدى في ناس كتير جدا تيجي تسالني مثلا على عجل، على عجل السيسي، على احنا السيسي شجعنا على عجل مش عارف ايه كده. ابتدى فعلا في شباب كتير جدا يسالني فعلا، ابتدى مش من بس امبارح، لا من ساعه لما اول مره السيسي ركب عجل. انت شايف ان الناس مرحبه اصلا بالقرار وبالفكره نفسها؟ الشباب يعني معظم الشباب. اشكرك. السلام عليكم. حضرتك شفت الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو راكب العجله امبارح؟ ايه رايك في الفكره؟ جميله. انت شايف ان العجله تنفع وسيله مواصلات اساسيه في مصر؟ يعني العالم كله بيستعمل العجله. طيب هل في اقبال زاد من امبارح للنهارده بعد ركوب الرئيس للعجله؟ التليفونات شغاله. يعني الاقبال زياده شويه؟ التليفونات احنا شغالين طبيعي يعني، بس بالنسبه ل كل الناس عايزه تتفرج. تمام. يعني الفكره لقيت صدى عند الشباب مثلا؟ كل الشباب والكبار حتى لسه دي بنت الناس دلوقتي عايزه تبقى عجله. شايف حضرتك ان الفكره ممكن تتطبق وتتعمم في الجمهوريه كلها؟